هدف ان ساعدك ما تهزش راسك على الفاضي انت بتتكلم انجليزي، عشان كده ميعادنا مع الحلقه الثانيه من سلسله عبارات امريكيه شائعه. يلا بينا نبدا. كلنا عارفين ان كلمه باد معناها سيء او حاجه وحشه، وكلمه ابل معناها تفاحه، بس لما توصف حد وتقول هيز ا باد ابل دي مش معناها ان هو تفاحه بايظه لانه ملوش علاقه بالتفاح خالص، لكن معناها انه شخص سيء وبيعمل مشاكل لنفسه وبيأثر بالسلب على الناس اللي حواليه. علي از ذا باد ابل ان اور جروب. علي is the bad apple in our group. دورك. I used to be a bad apple in the past, but now I'm not. I used to be a bad apple in the past, but now I'm not. دورك. وبكده يكون خلص حلقة النهاردة. اعمل جملة على المصطلح ده وسيبها لي في التعليقات. يلا استنيك.